بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة الله، في خضم ظروف الحياة ونكابده ونعانيه من ضغوط الحياة، كثير من الناس يصاب بالأرق والاكتئاب. هناك ذكر عظيم يقال قبل النوم يزيل عنك الأرق ويساعدك على النوم والاسترخاء. طبعا لو قلت ونمت وجاءك الأجل تبقى من أهل الجنة إن شاء الله، لأن في اسم الله الأعظم، في اسم الله الأعظم. يعني شكا أحد الأصحاب، الحديث ذكره الإمام الطبراني في معجم الأوسط، شكا أحد الصحابة قال رسول الله يعني أصابني أرق، ويعني فقال له قل غارت النجوم، قل اللهم غارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، أنم ليلي وأهدئ عيني، أهدئ ليلي وأنم عيني، أو أنم عيني وأهدئ ليلي. قال فقلت فذهب عني الأرق ونمت. فكثير من الناس، كثير من الناس للأسف الشديد يروح ياخد منومات، ياخد مهدئات، وهذه والأدوية دي على المدى الطويل بتصيب الإنسان والعياذ بالله بأمراض كثيرة، فشل كلوي جرب هذا الذكر العظيم ده، في اسم الله الأعظم، حي قيوم ده، كما جاءت الاثار من سيدنا عيسى ابن مريم كان بيحيي الموتى بهذا الاسم، الله لا اله الا هو الحي القيوم، يعني آية الكرسي سيدة آيات القرآن، لان يعني فيها اسم الله الاعظم. فحي قيوم ده من ارجح الاسماء، لان اسم الله الاعظم اختلف فيه العلماء على 40 اسم، واسم الله الاعظم هو اكتر من اسم، مش اسم واحد. فانت بهذا الذكر العظيم تستطيع ان تنام. فاللهم قل اللهم غارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم، يا حي يا قيوم، أهدئ ليلي وأنم عيني. ذكر بسيط جدا، ماذا يضيرك لو قلت هذا الذكر؟ فكلمة أرق، خلي بالك، مش معناها إن الإنسان يبقى محتاج ينام وعايز ينام لكن يجي ينام ما ينامش، مش معناها إن الواحد يبقى لسه صاحي من النوم وبعد ساعة ولا اتنين يخش ينام تاني وما يجيلوش نوم، هو طبيعي مش هتنام. الإنسان لا يأكل حتى يجوع. عشان الناس تفهم يعني ايه ارق، ارق معناها ان واحد بقى له يوم كامل ما نامش مثلا، ودخل ينام وهو تعبان وما ينامش، مش معناها واحد لسه صاحي من النوم عايز ينام تاني. فالنوم لا تطلبه، بل هو الذي يطلبك، لكن انت لا تطلبه، هو الذي يطلبك. لما الانسان يكون عايز ينام او بينام لكن مش عايز ينام، لسه صاحي من النوم واخد كفايته من النوم، مش معقول الانسان هياكل وبعد شويه بعد ساعه يرجع ياكل تاني. فهو الأرق معناه إن الإنسان لا يعني لا يخلد إلى النوم مدة طويلة، وهو محتاج إن ينام، يعني يريد أن ينام لكن لا يعرف. لو أنت قلت هذا الذكر بإذن الله، أنت دعوت الله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم الذي تدعو به بإذن الله تنام. فأنا هكتب لكم الذكر ده، احفظوه سخون شهور إن شاء الله تعلموا ثوابا عظيم، ولعل علما في الأجر عنده يوم القيامة. لا يكون ذلك مؤلم شيء، تشوش تفعيل جرس الشق بلا لسانكم الجديد، وساعدوني 10 سور تربية. أقول قولي هذا، أستغفر الله.